مرحبا بكم مشاهدين النشرة الجوية ليوم الجمعة 20 نوفمبر. يمثل غازين النيتروجين والأكسجين ما نسبته 99% من الغلاف الجوي، أما باقي الغازات الأخرى بما فيها بخار الماء فتمثل 1% فقط. وبالرغم من أن نسبة هذا الأخير ضئيلة جدا، إلا أن عدم وجوده يمنع تكون الأعاصير، المنخفضات الجوية وسقوط الأمطار. وننتقل الآن للطقس المتوقع، فنلاحظ من الخارطة السطحية المحلل صباح هذا اليوم إلى وجود منخفض جوي على إيران، مع وجود أيضا مرتفع جوي على شرق السعودية وغرب الخليج العربي. يعمل هذا النظام الضغطي على تسارع ونشاط الرياح الشمالية الغربية، يصاحبها اضطراب موج البحر في الخليج العربي، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وإثارة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة. ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق خاصة الغربية منها، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار نهارا. وننتقل لدرجات الحرارة المتوقعة مشاهدين لهذا اليوم على المناطق الساحلية في أواخر العشرينات، بينما على المناطق الداخلية في أوائل الثلاثينات، وختاما على المناطق الجبلية ما دون العشرين بقليل. والآن مع حالة البحر في الخليج العربي، مضطرب يصبح شديد الاضطراب أحيانا ليلا، وارتفع الموج يتراوح ما بين 3 إلى 4 أقدام قرب الساحل، ومن 5 إلى 7 إلى 9 أقدام في العمق، المد 7:54 صباحا، الجزر 12:47 ظهرا. أما في بحر عمان فيكون متوسط، وارتفع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 3 قرب الساحل، ومن 3 إلى 5 أقدام بالعمق، المد 4:21 عصرا، الجزر 10:35 صباحا. بالنسبة لأوقات غروب وشروق الشمس على مدينة أبوظبي، الغروب عند الساعة 5:34 مساء، والشروق عند الساعة 6:42 صباحا. أما أوقات اختفاء وظهور القمر، الاختفاء عند الساعة 12:37 صباحا، والظهور عند الساعة 2:14 ظهرا. طقس الغد يكون غائما جزئيا ومعتدلا إلى لطيف الحرارة نهارا، وباردا نسبيا إلى بارد ليلا خاصة على المناطق الداخلية، ومغبرا أحيانا غربا. مشاهدينا، نترككم مع حالة الطقس للأيام المقبلة. في أمان الله.